السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحه لاباس؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو يلقاكم بالصحه جيده يا ربي. مبروك لكم هذا الشتاء اللي طاحت. البنات اليوم بغيت ندير معكم الفراشه، حيت طلبوني عليها شي بنات فراشه بالعقيق، كتجي راقيه وزوينه صراحه. الخيط البنات على 3، والبرا النمرة 6 أو 7، وعندنا العقيق زمرد ها هو النمرة 3. على بركة الله نبداو. هنا البنات درت 3 ديال الغرزات، واحدة الثانية الثالثة، هنا غنخدم فيهم عادي. هاي وحدة، هاي الثانية، الثالثة، وغنضرب في الثوب هكا. هنا البنات غادي نقز هادي ونقز هادي، وغنجي نضرب في هادي، هاهي الأخرى كاع. دابا نبداو الخدمة ديالنا. هنا غنجي لهنا، شتي البنات؟ غنضرب هنا، ما غنضربش هنايا، هنا، وغنخلي هاد الخيط هكا مرخوف، ونضرب هنا في الثوب، وغنجي تاني لهنا، ما غنضربش هنا، هنا، هكا، وغنجي تاني لهنا. هكا غنضرب هنا. خصنا البنات يكون عندنا 5 ديال الخيوطة، واحد تاني تالت الرابع الخامس. هنا البنات غنركبو العقيقة ديالنا، هاهي شتو، غنخليها هنا قريبة للبرا، وغنجي وغنجمع هاد الخدمة هكا بغرزة الراندة هكذا. البنات شوف، نحاول نزير شوية نجتمع، وغنهز هاد الغرزة نضربها ونضرب هنا في الثوب. هنا تاني نجي لهنا نهزها وغنجي نهز عاوتاني هنايا ونضرب فتوح. راه ساهله البنات، راني اصلا ديجا خدمت لكم فراشه سامبل بالعقيق، هادي بالعقيق. هكا وكنضرب هنا واحد جوج تلاتة ربعة خمسة، هنا عاوتاني عفوا تما نفس الطريقة هانتوما العقيقة، وكنجي هنا كنجمع هاد الغرزات كاملين بهكا. حاولوا انكم تزيرو شوية يديكم. هنايا وكنضربو هنايا، نخليو هدا شويه رخف باش تيلا ضربنا فيه هاكا، باش هزيناه مديش الخدمة مزيرة نتوما. هكا هكا
كنخدمو غير في هاد الخيوط البنات. شنو هكا، واحد تاني تالت رابع الخمس، بسم الله خمسة. نفس الطريقة هانتوما، وكنجي كنلوح يدي هكا بشكل دائر، وكنجمع هاد الغرزات كاملين بغرزة الراندا. هنا بدلت لكم رقيقة، تقدروا انتم تخدموها باللون ما بغيتو ديال الخدمه ديال العقيق ديالكم، بغيتو ديروا اللون ديال الخدمه ديال الثوب، بغيتو ديروا مغاير على حسب الخدمه اللي غتخدموها البنات. انتم شتي كنخدم البنات غير في هاد الخيوطة، غير هادو ملي كنمشي كنهزها هنا، ملي كنجي كنهزها من هاد الجهة. هانتوما واحد جوج تلاتة أربعة خمسة، وكندور يدي بشكل دائر هكا ركب دقيقة. هانتوما كتجي زوينة، هادي البنات راه العقيق النمرة ثلاثة زمرد، ثلاثة ونص. نتوما إلا قدرتو تاخدو النمرة ثلاثة أحسن، نت أنا لقيت عندي غير النمرة ثلاثة ونص، يعني شوية كبير زايد على ثلاثة. عندكم نتوما ثلاثة أحسن، خدوه ديال الخيطة البنات ماشي ديال العبارة. هانتوما ثلاثة أربعة، هذا هو الخامس، غنجمع به وخصني نحيد الخيط حيت تشنتف. من نضرب هنا في الثوب، هانتوما كنهز هاد الغرزة وخصني نحيد هاد الخيط حيت شنشتف، وهنرجع معكم. هانتوما البنات من بعد ما خدمت هادي، ركبت الخيط، خدمت هادي كملتها، وبديت هادي تحاولوا نضربوا نديروا العقيقه، تحاولوا تزيروا يديكم باش تثبت لكم العقيقه. وكنجيو ثاني هنا كنضربوا في الثوب، نركبو العقيقة. ندور الخيط
من بعد ما ركبت تقطع لي الخيط البنات، ركبت خيط اخر نكمل معاكم. كنهزو هاد الغرزه هكا وكنضرب في التوب. بالنسبه للبنات اللي كتشوفوا اول مره القناه، ما تنساش دير اشتراك وتضغط على الجرس باش ديما ان شاء الله يوصلها الجديد، واللايك والتعليق البنات انتما. خلي هذا الخيط ونضرب في التوب، حيت كنهزو الخيط الاول الثاني الثالث الرابع الخامس، خمسة الخيوط البنات. هنا غنركب عقيقة كما قلت لكم، كنخليوها هنا الفوق حدا البرا باش كتجيكم اسهل، وكندور الخيط على شكل دائر غرزة الراندة وكنطلع البرا ديالتي هكا، وكنثبت عقيقة مزيان ونهز هاد الغرزة اللي هنايا، عاد كنضرب في التوب. هانتوما كنجي لهنا تاني كنهز هاد الغرزة هاهي، كنضرب في التوب هكا. ندير هاد الجهة كنهزو الغرزة كنضرب هنا في التوب و كنهزو هاد الغرزة، هادي هي الخامسة شكل دائر الخيط، وكنهزو هاد الغرزات هاكا شلبنات، وكنضرب هنا هاد الغرزة ما نجيش وندير هكا، الا هكا البنات غنجبد يدي لهاديك الجهه باش تعطيني الخيوطه مرخوفين شويه هكا، وكنهز هاد الغرزه هذه هي الاخرى البنات نركبو في عقيقه كنهزو هادي ونضربو في الطول. هذا هو الدرس ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم البنات. شتو كي كتجي يعني كتجي راقية صراحة وكتجي زوينة بالنسبة للبنات اللي باغيين يخدمو بها جلي شي جليبة ولا شي قفطة، كتجي زوينة بها من الفوق حتى لتحت، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم البنات. وما تنساوش تدعموني يعني تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش ديما ان شاء الله يوصلكم الجديد، واللايك البنات وتعليق، وشكرا بزاف البنات اللي كيكتبوا لي تعليق كنشكركم بزاف، شكرا لكم.